السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. هذا ناتقنا، شوفوا شو ما شاء الله، إن شاء الله يكون واضح. عادة تحرك جالس في غابة استوائية، المطار ها عبارة مطار فيه. حتشوفون لو ما تشوفون انتم، واضح أظني، أظن ما بواضح، واضح. هذا أبوي يبرد على الأشياء. ها مهر، السلام عليكم. ها كم دقيقة شغلة؟ ثلاثة دقيقة يكفي. ها الحمد لله، ها ثلاث دقائق يسد أبوي المكان كله ويلطف البقعة كلها. تازم أبوي الأرض لدعنا خرسانة، والشيار أبوي مسبح ومتخرس ومتبرد. اللهم لك الحمد. أعتقد هني بيكون أكثر وضوح. الحمد لله، هذه نعمة والحمد والشكر. ثلاث دقائق يرش الدنيا هذه كلها، تتبرد الزراعة. كم لي أنا من لجر، كم لي من لجر، اللهم لك الحمد. شير يسبح ويدعي للي برد واللي رشش واللي بيتظلل تحته. الحمد لله هاي كلها أبوي أفعال خير، وتيب الرزق والبركة وراحة البال اللي هي أهم ما يكون. الدنيا العودة. أنا تأخرت اليوم الله يحفظكم، لأن قايل لكم اليوم ما بقيل الظهر وراي سيارة البحر، مسافة بعيدة شويهات لين أوصل هناك. وين من هم مهر؟ هذه لا؟ ها اللي أمس نقولكم ما بشرن، ها ما شاء الله بشرن كم من حبة، الحمد لله. وهالي قبل خبرنكم عنها اللي قلت لكم طعمها وايد حلو، اللي شرعت لنغالة وهي ما بنغالة، ما عرفة تتوقف نغالة حين هب نغال هاي هب نغالة هذه، ما أدري شو هي، كلن يعرفون هي، غيران ما براي ما أتذكرها حينة. والباجي خلاص وخنيزي ما شاء الله. هذا اللي خبرتكم عنها. يا مساكم خير ونور وسرور. ما رمت أسير قبل ما أخبركم عن حشرة منتشرة بين الزراعة، في الزراعة اللي هي أكثر ما تضرب الحمضيات، اللومي والهنبة. الحشرة هاي الله يحفظكم اسمها حشرة البق الدقيقي، هذا هو البق الدقيقي. وشيء حشرة التربس تخلي الشيرة هالنمونة مجلفعة. هاي ورقة الهنباة الصاحية، شوفوها ذراع طولها، وهاي الورقة الهنباة اللي ظهر بينها عوق الشو التربس. زين، وهذا البق الدقيقي. التربس الله يحفظكم يخلي الشيرة، يخلي الهنباة ما تنتهض أبدا، يخليها متقرقمة. كل من بغت تشتل، ها هاي أعراضها. شو هاي حشرة التربس، شوفونها ما تبين في العين المجردة، يا غير تبين على تحت المجهر. المبيد الله يحفظكم هو الدواء يسمونه نكسايد. هذا الله يحفظكم يا هو يتعطون هذا الدواء أو أي مبيد حشري جهازي، اسمه مبيد حشري جهازي، ما بضروري هذا شيء هذا وشيء ألف غيره، لكن هذا أنا أعرفه مستعمل إنه، وشيء غيره أي ثاني أي حد مبيد حشري، لكن اسمه ضروري يكون خصائصه مبيد حشري جهازي، عسب يروم يقضي على الحشرة هاي، حشرة البق الدقيقي وحشرة النكسايد هاي التربس. فهذه لازم رشتين اليوم، مثلا اللي رش اليوم يرش عقبها بعشرة أيام خلاص انتوا الخير باعة، ولا بيازم شيارك متقرقم النمونة. ما تشوف الهنبة، كل من بغى يصير فقير اتي الحشرة تمتص على عصارة الشيارة، عصارة الهنبة اللي تغذي الورقة هذه، توقف هني تشرب القوة ليه في الشيارة ليه في الورقة كلها، بدل ما تغذي الورقة ها على ما تشوفون هذراع تغذي ها هالكبيرو، شو تغذي هالكبيرو، وتازم قمة الهنبة هالنمونة. فهذه حشرة منتشرة لا ترى بالعين المجردة، بارك الله فيكم. بس قلت بخبركم عن هالموضوع قبل ما توكل على الله واسير البحر. يلا شيء طبيعي، المعيار اللي بين رش فيه
الغرشة هاي هالكبيرة تسد حق 400 جالون، حق 400 جالون ماء. درامات هالزرق الكبار هاي يمزر يصبون في قاعته حق درامين، يعني سد مزرعة كاملة حب مال بيت. لكن اللي عنده بيت شراتي أنا وشرات غيري، أنا رش درام يسد الحمضيات اللي عندي في البيت كلهم. ولازم وقت الرش المغرب، هب في النهار لا، لازم وقت الرش المغرب أو الفجر الساعة 4-4:30 ويا الأذانات هاي الساعة الرش. هب رشة ونص النهار في الشمس ولا وقت الهويات، وقت الطهفات، وقت الأمطار ما يستوي. يلا بارك الله فيكم، أدن مساكم الله بالخير والنور والسرور. موضوعنا اليوم يعلى الله يحفظكم يختص في الحمضيات. العوق هذا يضرب الهمبة ويضرب الحمضيات ككل، العوقين، عوق واحد اسمه عوق حشرة البق الدقيقي اللي هو هذا يظهر شرات القطن، والعوق الثاني حشرة التربس. حشرة التربس تضرب الهمبة. هاي ورقة سليمة وهذه ورقة مصابة، هذه ورقة سليمة وهذه ورقة مصابة. فتازم الهمبة متجلفة هالنمونة ما تطيع تكبر ولا تشب، والسبب الشو حشرة التربس وحشرة البق الدقيقي. فالرش يكون رش مبيد حشري جهازي، اليوم الرش مثلا وعقبه بعشرة أيام. دوي بدوي لا تدور علاج أخير عن هذا، شيء وايد زين ومهم ومفيد للحمضيات، وهذا وقت العوق حين في الصيف. Thank you مهر، خل بالك ها، خل بالك من زراعة. يلا مع السلامة. حليل هالمهر، الحمد لله أن لقطنا الرجال في خير حق زراعتنا، اللهم لك الحمد. شو أقول لكم نادرة، توها باردي تصبر، توها باردي تصبر، شوها توها باردي. أظني يبغى شهر، ما الحين شهر، أظني يمكن قرب العيد العود تقير، العلم عندنا إن شاء الله. الله يلحقنا وياكم الأخير. عليكم هني باروم أسوق، أنا ما أروم أسوق أبوي، لازم أركب مخفي، هذه مصيبة. أنا أبوه هاي ما بحاله، ها حد من اليمين حد من اليسار، بعد لو الحمد لله أني ماشي لحد من هلي ولا كان بتوهق. والله إنها مصيبة هاللوادم. ها 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 ما شاء الله عليكم. الله العظيم، سمعتوا بلوى الغافلين، هذه بلوى الغافلين اللي يرمسون عنها. الله العظيم انها مصيبة، ما شاء الله عليكم، على الله يحفظكم كل شر وضر. والله اني توني شف شرات الضوء، بسم الله انا ابوه. يا الله يا رب تحفظكم، ما يندرى بعيال بنوايلي عليكم، على الله يحفظهم ان شاء الله هم وغيرهم. كان ظني شرات الضوء والله تراوالي ظهر من السياره ولا اشعه الشمس هالنمونه، ما شاء الله سايرين المربع. يعلكم في دعه الله، الله يحفظكم ويسر اموركم. اللي يسالون عن انها ظلال، هذا اللي نحاطن العازل، ان الزراعة تحتاج لأشعة الشمس. اكيد الزراعة تحتاج لأشعة الشمس، زراعة تحتاج لأشعة الشمس، هذا امر مفروغ منه. لكن في وقتنا هذا انا احط هذا عن اللاهوب، اللاهوب الله يحفظكم هذا وقت حينه. اللاهوب يجي من اليمين واليسار يحرج ورق الشير، فالعازل احطه هذا مش عازل ضوئي، هذا عازل حراري. فرق بين العازل الحراري والعازل الضوئي، الشير يحتاج للضوء، والعازل اللي انا حاطنه هذا يدخل الضوء بكل ما يملك من قوه، يا غير يعزل الحراره بكميه 80%، 80% يعزل الحراره، بدل ما توصل 100% توصلها 20% من درجه الحراره الموجوده. فالحمد لله يعني هذا ابتكار علمي زين نافع للمشاتل وللبيوت وللناس اللي تبغى تهتم في الزراعه وتبغى تهتم في اللي. وعندي والله سالفة وايد حلوة وحقيقية يعني، وايد جميلة
اسم القصة بنت الزطي، بنت منو؟ بنت الزطي سطوط، اللي هم يعني حد يسمي في عمان والبواطي يسمونهم الكحاحيل، اعتقد بالعلم عند الله الكحاحيل هاللي يصنعون الصناع الحرفيين، الحرفيين الاول هل بسندال يصنعون الديسان ويصنعون المحاميس يصنعون المخابز، هل اول يسمونهم كحاحيل او سطوط، اللي شغلتهم الشغله الحرفيه القديمه، مش صنع الجلاليف، لا السطوط اللي بالسندانه، ويعني هاي شغلتهم في الزمن الاولي. لكن حاليا اصبح الصانع هو المتفوق على الانسان اللي ما عنده صنعه بمليون مره، واللهم لك الحمد حاليا ما شيء فرق بين الصانع وراعي الحرفه وراعي الشهاده، الناس كلها خير وبركه. لكن هاي قصه مستويه بالسنين اللي اختفت، وان شاء الله اني بعدها عليك، ناوي اعدها قبل ساعه اول ما ظهرت، غير شغلتني المسجات وشغلتني المكالمات وشرق وغرب، والتهيت عنكم. لكن ان شاء الله اول ما اوصل نحن بندخل بحر وقت متاخر في الليل بتسويد الشتنة، فان شاء الله لين هذاك الوقت بحاول اعد عليكم القصه، قصه جميله والله حلوه. الحين مصيبه، انا من اقول كلمه قصوها وركبوا الفيدي وراه كلمه غير، وقص ونشوا ويركبون فيديو خاص يظهر اني انا عذرب في الوادم او عذرب في الناس او عذرب في حد معين او انتقد حد، لا والله هذا ما ادري منو متعادل لي، انا كل ما نزل شيء متسلط علي قصصوا فيديوهاتي. لا والمشكله ما يتم حد في الدنيا ما يوصل هذا الشيء الشين، ويوم شيء زين والله ما يوصل عند حد، والشيء الشين يلف في الكره الارضيه ويوصلني كل يوم مليون مسج، ليش يا ابو محمد قلت شيء هذا وليش سويت شيء هذا وهذا ما ينبغى منك، شو بقول لك؟ انا ظني ابوي الناس فيها عقل وحاسيه فيعرفون الناس هاي اللي يلفجون التهايم والبهايد للأوادم، ويعرفون شو ان هذا كذب وهذا عدل وهذا مايل، اكيد هالاختصاص يعرفون هذا اولا. ثانيا انا من الاساس من بوني من ابتدى السناب لين اليوم من 3 سنين لو 4 حينه، اليوم بيومه كل شيء اسجله قصه كامله اخر المساء اسوي لها داونلود، انزل داونلود وخلاف ابوي انزل الله يبارك فيكم على اليوتيوب. احنا الحين لو بتدخلوا اليوتيوب بتلقطون اليوميات اللي من 3-4 سنين، سفرات لحراس الافراح الاحزان سيره شرق وغرب مني ومنك عندك كلها مسجله وكل موجود وكل مدون، ومنو اطري منو ما اطري، شو التعليقات شو العلم شو الخبر شو الزيارات، كل مسجل على اليوتيوب يوم بيومه بتاريخه ومعنون. وحين برويكم طريقة الاشتراك في اليوتيوب وطريقة اللي بيطالع على الانستغرام. ندخل على اليوتيوب، نروح البحث، نكتب خالد الخالدي بالعربي او بالانجليزي، بتلقطون مكتوب قناتي، دقوا على قناتي، نختار سبسكرايب او متابعة بالعربي، وندق على الجرس، وبهالطريقة بتكون انتو اشتركتوا في القناة. انها امور امسات بصور عمري يوم انا اكل هاي الكراعين الباكه، وقطعوا الفيدي وركبوا عليه يميع القال والقيل، يا ابوك هذا انا ما اعرف منو هذا يسوي هالدروب الضايعه، قرب الله تعدو المحامي، قال لي انت ابي توكيل وقول لي خذ الاجراءات وانا برويك صنع الله فيهم. قلت له لا يا ابوكم احاتني يطلع حد صاحب صديق يسوي سوالف وانا اتوهق، ما في عصد عودي أنا ولا في المشاكل، لا هذا من كم من يوم عدل يا عيال حلال. أم سيرتي مال خياط، هذا الخياط مال المقاصير، هاي المقاصير دخلت أقول ما شاء الله على راعي الخياط، عرف منه يتنقى، الخلق فنان واللي يبيع فنان والموقع فنان وكل شيء فنان بفنان، ليش تمدح أبوي؟ أنا ما بسب العرب، أنا ما بسير عواقعهم وعايرهم، احنا بعيالنا ساير عند عرب ساير محلهم، بقولهم اللي يبيعون ماي تشاهدون
بقول عبارة هذا أبوي إن الله جميل يحب الجمال الجميل. الرسول الرسول تبسم للجميل. المصريين يقولون الحلو والنبي تبسم له النبي. الرسول متبسم للجميل. أنا وين ساير بعد؟ والزين دانق والعدال دانقين ما يباله رمسة شيء أبوي. الناس العدل بتمدح كان بنادم شيارة جماد بلد أخلاق شهادة علم خبر. إيه أنا ما بسب الزين بقول شيء اعترض على خلقة الله سبحانه وتعالى ما شيء كالف. الله رب العالمين بيحافيني بيحاسبني كيف إني ما قريت بصنعة الله ولا قلت إن الشيء زين زين ما يستوي. ويوم بسير عند مكان شرق لو غرب بشوف سلع تمه بزينة والله يا أبوكم لو بنعطى القناطير المقنطرة يا ما قلت عن الشيء زين والزين ما بقول عن الشيء لو تنطبج السمع على الأرض ما شيء كالف. إنما بنعمة ربك فحدث. لا دمي إن شاف شيء عدل لو مايل يطري يوم إنه ما بيجرح حساس حد ولا بيضر حد. لا والله لازم يطريه البنادم رضى لادمي ولا ما رضى على هوا. يوم أنا بين نخذ رأيي بطري بقوله. يوم أنا مدعاي لجل إني أطري الشيء هذا هل إني ما بطري؟ لا والله ما بطريه ونص بعد بطريه ونص. يوم إنه زين بقول زين ويوم إنه مبزين بقول مبزين. سامحني ما روم لك 600 دعوتيني أنا ما ألبيها. شو عليه مطلوب ما ألبيها لأن الشيء ما يوز. وقول يوز لا والله هب قايل بنعطيك. والله لو تعطيني ملك قارون يش ولو بنعطى الشام باليمنى واليمن باليسرى والله يا ابو الزين ما قلت عنه شيء والشيء ما بقول عنه زين ما يستوي. رب العالمين بيخسف بك يا لادمي انك انت تزور على العرب ما شيء كالف. ان شاء الله حد انت ما تلاحظون انا في السنح سنة اسير شرق لو غرب. ليش؟ لانه في من هاك الوقت لهالوقت آلاف الإغراءاتتي وآلاف الرسائل وآلاف المسجات وآلاف الدعوات التي لكن ما ألبيها. إيش لأجل تعال والله قول زين ما روم إن شاء الله حادني الشيء نقول عن زين ما شيء كالف أبدا. يديع ورد يحتم كتر ما كابستي لهم والله العظيم ينجز جد في احترقت هالشيء أبوكم حد يروم. هي والله شفتوا حين وصلت شيش البترول. في معلومة هل تعلمون أن اليافطة هاي محطوطة من السبعينات لين اليوم؟ من السبعينات يافطة شويهات من السبعينات. يوم كنت أول ما جيت في الثمانينات والسبعينات كانت موجودة اليافطة هاي لين اليوم لين باكر. بعدها لا انقش صبغها ولا حلت بيباتها ولا عولت جريت وهاليافطة غير عن اللي اليافطات اللي نحطها خلاف. سبحانك يا رب. هي خدمة ولايتي. يوم يقول لك حديد ولايتي هذا الحديد ولايتي لا عوش. شو هذا حيث انه من الحديد الجديد شد ياه الحلة من تحت توه محطوط عيل ما دار عليه حولي. خلصت الرست ويا الكتش ماشي عاد حينه شوي ولاني ان شاء الله بوصل اول الله ماشي باجي هني من من القار 5 دقائق او اقل بعد. اي محمد السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله زين. شو اخبار؟ زين الحمد لله. كل شيء زين؟ صبر 1 2 3 عيدك مبارك. عيد مبارك. ها وين؟ موجود؟ إيه؟ حار ها؟ حار شوية. لا زيادة ماشي حار. ما في الحين إيه؟ زهر في زيادة. والله إيه؟ زين متى يجي يا رباب؟ رباب الحين؟ الحين الحين؟ وصل ما شاء الله. زين؟ بيت كيف؟ زين نفس الحمد لله كله زين. والله 3 شهر ما يجي انت. 3 شهر ما يجي؟ تنين شهر. والله. إيه؟ مرحبا ناخذ. سلام عليك. بسرعة أسرع. أنا ما أسرع. أنا مو 62 أمشي وراك. احلف. وأنت تحلف. أرمسة. يلا غايته. يا رك الله يا محمد يا رك الله. ها هذا ابوي توني واصل حينه. هذا البيت هذا المطبخ. يا ربي يا ابو محمد ما خلى شيء ناخذه مخبخه.
الله الرحمن الرحيم. يا سلام. اي والله مليون مليون مرحبا ولا يسدن. انا اربي العرب ابوي البحر. اليوم عادل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الجو. والله لا شيء حر ولا شيء. شو ما شاء الله. ماي وين ساكة. لقى العاف مرة. ما زين المكان. ما زينك يا البحر. مباشر الصبح غير يصبح البحر طايح مرة يقولونه كذمة عاد محمد البنغالي يقول بيصبح البحر طايح مرة. ما خلنا إلا ريحة البحر. ما خلنا إلا ريحة البحر. الله يا رب ديمها نعمة ديمها من نعمة وحفظها من الزوال يا رب العالمين. لا تغير علينا إلا إلى الأحسن. هذاك أنا لما أقول لكم ها شو المقاصير حتى على ترينك سوت عارفين لبسن ما زينها ما شيء شراتن ما بلازم هل ترصص عمرك أنت بقميص وما أدري شو بتيشيرت رقم واحد شو مستوي علي ها شربات ورقم واحد وفنان ما بلازم قميص سمونه برنا البيت الله يحفظكم. بقولنا بنظهر بريج البحر لكن شيء حريم واجهات من هناك. جينا أبوي مورا فلة قوم ما زين للون عالك يا أبو محمد. شو هاللون لا رنجي هذا بعد غير نمونة لون برتقالي على أورنج على ذهبي على شو يور انتو عندكم أحسن يلسة في الدنيا العود هاي اللي تشوفونها. شو ما زين تسوى لك كتومان. يوم يقول لك اليلسة تسوى لك كتومان هذه اليلسة اللي تسوى لك كتومان. عرفت شو يعني بي أنا ليل بحر لك غميضة هالبيت اليوم متو محد غميضة يا أبو محمد متو محد صار حق الحرمة. طيب ما خبرتك مكران عرس مكران مكران ليه عندي الأول المزارع شو بعد خذ حرمة شو بياخذ انخلها. الله يا ابو خبيرنا لا شيء رطوبة ولا شيء حر ولا شيء ادنات الدون رقم واحد اليلسة. وهي ابو المزربين داخل عند الكنديشن اطقو مرزوق مرزوق منبونة عياز عياز كل عيزان اللي يبقى يقيل اللي يبقى يتغدى اللي يبقى هاي رمس كلها ظاهر من هالرجال اللي اعطانا مقفاه. تعال ياي تعال تعال عبد الله سلام عليك. شفت بالله عليه ما هان علي ما مستحيل أيرعها وقبل ما طعمك منها مستحيل. إيه والله وخلى أبويه متحزي بس لا 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 لا, لا ما تحزي ما يطيع زينك. أقولكم هذا الرأي إحنا قهوة موي من عندك أنت ولا عند منو أول بعدين أنت منو والله والنعم إنزين الحين القهوة هاي من وين جاي القهوة هاي من جميرة جاي تني من جميرة طرش وياك أنت ولا سلطان هو شارنها لو جاي لا لا جاي من سلطان انسابته انسابه ما طا يعرف من باي ابو عبد الله انزين لقموا له الدله ويازت له هي وقال ابوي اعطونا منها حق خالد اي نعم جزاهم الله خير من انسابه من دبي ليش شويهات الخالد كران ابوي اللي جاي من عندهم القهوه انسابك انت يا سلطان بن عبد الله بن الشيب القبيسي من جميرة. شكرا يا أهل جميرة على هالشيء اللي بعدني ما يندرى علما من أخبره. وجميرة يا أبوي ما يظهر من عندهم إلا الزين. دبي بكبرها يا أبو محمد ما يظهر منها إلا الزين. أنت ليش في عقلك شيء عليها اسم دبي أشي اسم اسمه دولة الإمارات أبوي ما يظهر منها إلا الزين. ذكرتني حين بحسين حسين وبسمت وحليلهم حليل شعافرة ما زين إلا هاكل يوم فطورهم. شفت والله عليك ما زين فطورهم هذا فطور هاي الجميرة بخت عيني بايك وبايك ولين اليوم بسمع له الله كريم الله كريم الحين كل شيء جري ان شاء الله انهم بيون يستبعدون الطريق يا ابو محمد بعيد بعيد من دبي لهني تقريبا ما يقارب 400 كيلو يستوي اكيد اي 400 كيلو اكو وين وطاعي خلينا اصور قرب ليش ما تباني اصورك شو مشكلك سلطان ولا فاتنا عليك المعزبة لا لا لا. صورت الكيس ولا لا صورته خلاص انا اسمه هذا الحين اسم الدكان لو شو هذا اسمه اسم الدكان هذا محلك المفضل شو ماله هارليني بيكل هارليني بيكل هارليني بيكل شبه
بس تحت الأصالة شفت تحت شو مكتوب؟ دبي. إيه. يا رب البيت والحرام. ما شاء الله عليك دبي. كل شيء فيك فنان. يعني كانك هلا هاي خدمونها في هاد كان روحها في ال... ها لا لا ها ها يعني تشوف يعني هم عندهم القرطاسة هاي وحطوا لي أنا فيها. لا لا هاي من هناك. صدق والله؟ طبعا. حر نبيك اللي حمسونك هوا؟ أنا برخص الفرض ودينوه. فوق فوق تلقاها في الدور الأخير. يارك الله يا أبو عبد الله، بسم الله عليك، بسم الله عليك الرحمن الرحيم. حتى إذا تبغى. هذه مازينك يا أبوك. ليش؟ يعني من قبل شو يعني؟ نص اللبس واليوم فنان. بص شوف احنا بنعمل ايه؟ بتعمل ايه يعني؟ بتشقلب ولا خلد الخلدي؟ والنعم بخلد الخلدي حبيبي. احلى تحيه حبيبي يا خالد يا خلدي. دول ناس 100 100. حبيبي يا خالد يا خلدي عسل. واكلين ملوخيه. انت فين يا عم؟ انت قلت لي هشوفك في دبي وتعالى دبي وجيت في دبي والله حي هاني في دبي ولا شفناك ولا صباح ولا مساء ولا كلمه كويسه يا عم خالد. بيكذب علينا. انت ايه مش باين مركب مخفي ولا ايه حكايتك بالظبط؟ لا للخيانه حبيبي يا خالد. مساء مساء عليك يا غالي. ماشي أقول لكم يا محمد البنغالي يتخبر عن الودام. ها شو تبغون ودام للأشعر؟ كل الشباب قالوا يبغون شعري. أنا قلت أبويا أبغى صويفيات لو هنتين ثلاثة سني يسدني الحمد لله. وكل ما تعني مصرف كل هذا سلطان وهذا خال هلال وهذا مرزوق وهذا الريال المزروعي. المزروعية؟ نعم. إيه المزروعية. شو اسمك الله يحفظك؟ محمد. إيه متعنين مصرفين ما روم احط يدي في شيء لدخلوا عمارهم في كل شيء. لا يلا شو بتصور؟ شو بتظهر؟ هب شو هذا؟ خيب 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 خيط ابوي. خيط هذا؟ شو؟ ما شاء الله عليك يا ابو عبد الله. هذا منو ضارب عليه؟ هل يطرون يقولون بالصواطر؟ الشعر العربي وين منها؟ يا سلام احنا بنشوف الشعر العربي. ابوي بس عاد بس ما احب ياكل هالفتره. جش لا اظهر لنا جش ابوي اظهر جش وخلي يظهر لي كم من صويف والخيب لازم هاي الخيبه يلا يا سلام يا سلام راوني غزه غزه سطاره 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 يوه هذا ابوي روغ ابوك شكل ما قراقيل ها لا ها شو اسمه هذا هو اللي يطرون خيط سيلفر يسمونه سيلفر قول لي تبارك الرحمن ما شاء الله شفت ما شعر الجراجيل ها شفناه نحن على اليوتيوب على يسمونه على اللي يحطون هلا البطيخ ما شاء الله ما شاء الله هلا البطيخ فنانين على الله يحفظهم نحن عاد كل ما شفناهم يا ابو شيء قلنا بنتعلم نعرف من وين الا من عقبهم اي على الله يحفظهم ما شاء الله هالبطيخ بارك الله فيهم تبلش هاي هي روح هي روحه تقول اباك تنين شيء لنا بس لا حط الثالثه من كيسك حط الثالثه بس الحمد لله لا لا زيد زيد بس ابوي يا ريال بني محمد بني محمد هو يا خلي فسكه يا خلي فسكه خلي صافي هذا السمك هذا السمك يا صافي وين صافي مو صافي لا لا شيء صافي في شوية غنيك محبت ايه ايه صافي هم تطح توبة هم تطح لك حبوا بي العنفوز 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 أبهل تعال شو ولا تحت لا 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 واحد حصات لازم بتلقط صافي ثاني بس من يا ريال أبهل لي صافي لقب وحدة ون يكذب يبا يود حق عمره لازم تظهر لي صافي ايوه انا ادري بعمري يلا حظيظ انا بغلب بس علي بس علي لا لا غير ما بلازم حد لا 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 ما حد يسري يغلدني لا لا حقي مزروع انا ابوه مزروع زارع ما يدانون صافي لا لا ما تقدر صافي زارع دانون صافي وينه محمد بس الحمد لله نعمة قبل الحمد شكر يلا أنا الظاهر إني مساع ما طريت وقت الرش متى أنا طريت وقت الرش أصلا يقولوا لي ما طريته راجعته من السنابات ولأنه ما طراي وقت الرش يكون الفجر الساعة 4 والأحسن من عقب أذان المغرب من عقب أذان المغرب أنسب وقت للرش في فترة الحر الصيف هذا في وقت الحرارة أنسب وقت يسد بياخذ مفعوله في خلال ساعتين ثلاث
قبل ما تطلع عليه الشمس، وما راح يضر الزرع. اذا انك ترشه المساء ترشه نص النهار بيحترق الزرع. لا تقولوا ما قلت لكم الزرع اذا في رش مبيد فطري ولا حشري. رش يبتدي متى؟ من عقب اذان المغرب في الشتاء على هواكم ليل ونهار، لكن في الصيف ضروري عقب اذان المغرب. بارك الله فيكم. اول بادي تحط محمد الشعري الكبار صح؟ ايه شعري اكبر. وبعدين بادي نركب زش اكبر من عقب ما ينضى هذا. ها ايوه عقب ما ينضى هذا اول هذا تنضيهم تخليهن على يم وتحط عقب ها وايد ترب جليف بعدين نركب زش. ايوه كم تيم كامل يبقى محمد؟ هذا 45 دقيقه. ايوه هذا 35 هذا 25 زين صافي اخر شيء وانت مقنن عليه انا ترى الشعري ابوي ما حد ينظف بطنه اللي حق المشواي. نحن ابوي الشعري يوم طازم مره فرش هاي الساعه يوم البحر مره ما يحرجون من ساكن بس ملح غير الملح ماشي ملحه غيرها ما شيء مليح بعد ما بملحه كل سمكه هبل الشعري سمكه المشواي اللي نحن في البحر نشويناها على صخام ولا على حطب ولا على قضاء ولا على تاوه مدام السمكه طازت فرش مره تراها بليه شو اسمه بليه طر بطن ما تتنظف ما ينظف بطنها بس يغسلونها ويملحونها غير ما شيء. بيرس الله يحفظكم هني على هالرمله الفنانه بيلس بعد عليكم السالفة اللي خبرتكم عنها بحر مارو ما يصير هناك صوت الموي عالي وبيخرب علي فلذلك ابوي بيلس على هالرملة الفنانة وهلكم رحيل باجي شويونة يمكن 10 دقائق وبيصك ابوي في كبد السماء وتسفر الدنيا هاي كلها بتغلي بالسفرة هاي اللي تشوح البحر بتشوفوني لق بعد شوية الحين باجي 10 دقائق ربع ساعة وبيعز القمر بيعز عاد اليوم غايته مرة رقم واحد. كم انتو ناوي اعد لكم السالفة اللي خبرتكم عنها هاي الريال اللي اخذ بنت الزطي وياني ابو سلطان ومحمد هذا ربيعه وخربوا علي والله ويالي سبب تحت القمر شوفوها يا والله وخربوا علي يعني مقرد قربنا عليك لان السمك شايف نزيب بنسير نطالع نحن السمك لكن ان شاء الله اذا الله جعلنا ملحيين اتوقع انه في الليل عقب ما يجي بالبحر بعد السالفه ولا باكر سالفه موجوده حافظنها رقم واحد من لك 600 سنه بتجوز لكم السالفه فنان وغاوي وخفيف الله البحر يجنن سبع دحات الماي ايوه مريحين عادي يدودا تريد لودا تشرب الخير تشرب الخير إن شاء الله هذا اليوم الشعري حلالي الله يا أبوكم ينا براد يعني مش أي براد هيتي تيارات هو شوي حاف وداخله مهيب ببارد الخيط تيقتني حرام عليك ريدي لو بعده لا بعدي بعده عشان ما ادري يجي بعدي واحد مره يجي شو صار شو يا اللي توي تعارك الشيخ شو هاي الحمد البتش روح الله سمكي ما اليوم يا ما شاء الله يا الهامور ايوه الحمد لله نعمه يبالها حمد الشفاء اشي يشيل هذا هامور فوق ليه حي لو مات ميت لو حي موت مرقيا او الحي عمر هوي
الحمد لله نعم. والله هذا الزين ياكم الزين ياكم الزين. يلا 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 غايته غايته غايته. الله يبكوا بابا ودك تخوز عن ريحة التالة. هذا يقول لك ريحة حبيبي سمك مشواي ويهبي ومرصغني كرصغ الهوش بالزربي. هذا واحد أول اللي عندهم طرايق الأولية قصوا عليه ربعة قال له له أبوي تبى تزاور في هالدان عاد يطرون تبى تزاور في هالدان عد هالقصيدة بتغدي ناجح. وهو فقير أول مرة يدش في الدان. يوم دش الدان قال شو أقول الناس كلها تبدع القصيد في نفس اللحظة. وهذا فقير غمري لا يعرف شرقة من غربة. ناس قالوا له قول هالنمون ونش شو قال. قال عاد ريحة حبيبي سمك مشواي ويهبي ومرصغني كرصغ الهوج في الزربي. وضحكت عليه العرب وبس وتمت قصة من أميات السنين والناس تهادي بها. عيد صويفيات مالاتي هنتين حبوبي ياهن والفسكرة وجشة الشعري باكر راس والباجي لهم هذا صافين مربوط وين منهم؟ هي الجشة هي هاي ثلاث مالاتي يا صار ما يحتاج ترميز. شكرا محمد ثانك يو. ريد شوف ايش ريد شوف ايش زين زين يلا ايه ريد شوف ايش يلا خلص يلا عاد عجزتني. كلبه وترضع يلا من سرك من سرك ولا يرمس ويا حد كلهم ابوي البنغالي ما يرمسون وياه وغد وغاد ليه في الدنيا كلها فيه. توبه 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 ما اقول عنك شيء. بارك الله فيكم عيش بحبيبته. ايوه ايوه هذا عليك بارك الله. عاش محمد عاش محمد عاش محمد عاش محمد عاش محمد عاش محمد. هذا هو هذا هو ابوي على حله هذا هو على حل. بارك الله فيك يا محمد. شيء نشاط خلاف موجود آخر الليل إلى استبوي على هالدعيثير مشاهد أبوي هالسيفة وعدينا لكم قصة اللي خبرناكم عنها مساء. وما شيء ترى العذر والسموحة منكم إن شاء الله باكر عقب الصلاة بنعد القصة. هذا أبوي اللي وصى عليه الدكتور. أيوة ما يبالك هلام ما يبارك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الجنة تبع والنار تبع الجنة تبع والنار تبع. يا سلام يا سلام. يضحك أبوي متى ما وقفنا الضحك متى يبقى لا يضحك 24 ساعة في دمكم. شيء أخير عن هالبليح شيء أخير من هالبليح في الدنيا العودة يعيض في 600 طعمية و600 كشري و600 سيخ مشوي. هاجة سبع حب هلال شعري هذا هلال. هي والله يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الو عشاء عشاء انت وين زين تعال هاي الفسكرة. شو رأيك أن هاي الفسكرة نص ساعة ونخلص الطراد لا شايفين زين ترى عوي طلع على الطور تهني ايه بيخلونا نرمس زين يوم برر تدينا في المعايا تدينا في المعايا عادة. هاي بأربيتنا الفسكرة بي 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 بي. يا رب البيت والحرم صافية يقول لنا أربيكم الصافية وشو تركيبها وشو علمها وشو خبرها. الصافية بارك الله فيكم. لا لا ما بحر وايد توهم نزل على الضوء إيش قبل بعد الحر. شوفوا ظهر مدير كل عيته عليه محمد يطالع مرزوق يطالع. يا سلام يا سلام هذا ما يسوي لها واحد اثنين هذا هذا لا هذا يسمونه ابوي مطرق مطيرج ها ما يسوي له خبطه على طول واحد لا ما يباع امسه البتيرس تعال في بطنه كل عيوش 60% بليح بلوح سمك 10% يا حافظ
خلت اطراف الصافي شرقها وغربها وخليت الشواتش لها وين البطن. شوف الله عليك، شوف المفاجأة. كنز كنز حرامي انه كنز كنز. شوفوا صيد الليل، حيث ان صيد الليل ما فيه تراب ولا شياته، بطن الصافي ابيض طالع كل شحم ريج شحم ريج. تقولوا ما حد قالكم ها؟ شوف العين، شوف العين على ما قال راعي الباطنة. الابراز يا عجم شي راس، الابراز يا عجم شي راس، تبارك الرحمن. يقولون ان الشعري اللي عندهم ياكل ربيان، يا غير ابوي نحن شعرينا شعري ابوي الشويهات ياكل ابوي قبقوب. شو ايش قايل؟ شفتوا لي الفرق بين اللي ياكل قبقوب وياكل ربيان؟ اللي ياكل ابوي الربيان اظهره قادي متلاوج، يا غير فت عفان الله حد من العرب. وطالع هذا حيث ان ياكل قبقوب، طالعوا شوف الشحم الداخل، شوف الشحم قايل صلف صلف قادي، تبارك الرحمن. هذا هو هذا غيرها تعيدون المقولة المعروفة مراود صفد، مراود صفد، ها. 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 مراود صفد، ها. سبحانك يا رب. ولون بلح، بلح من داخل يا غير التحرى يبن بخاء ما روس ليبال، اليبن اللي يبونه الأول من روس ليبال هنمونه. لما أقول لكم قبقوب، ها طالع بطنه قبقوب ريج، هذا أخير الحمة تغذي لحمته، بلحي غدي رقم واحد نوخة، حيث أنه يتغدى على قبقوب ولا لي يتغدى على ربيان، والله أنه في الزين. أيك ريحة السهجة يا غير تحت الحايمات، يا غير قراد ريحة القراد تظهر من راس الشعري. واللي ياكل قبقوب هنمونة، شوفوا ودك ما تاكل من زينة، ودك كله تصور عداله قميضة. والله غام ظني، غام ظني، غام ظني أني باكلك، سامحني. أنا وقت عاد المغادرة، أنا وقت المغادرة. شوفوني ما شاء الله علي رقم سيمان، إيه حافظ علي والله. هو موي والله كم ما عليه زين شعري. الحين شوف والله عكل ما شوفه هو واصله مرة على البر، على البر واصل ما شوفه. هذا في الدنيا بهو، ها تبارك الرحمن. بحس هيبات عشان بغادي الدنيا ابدا الدنيا مسفره. شو ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. الفريج كل سري سري ليه تاكل ما شيء وايد جاي، او كل هالعرب جاي زايغه من الحر. ما شاء الله عليك تبارك والله يا ابوك، اني ما حرت ساكنه، كلنا ابوي يفرس، كلنا يفرس الما شوه. وانا ابدا كلنا خدام جي البرمه الريال منا والحرب، كلنا خدام جي البرمه الريال منا والحرب، كلنا خدام جي البرمه الريال منا والحرب. عشو 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 هالبحر، عشو نواخذه. دعونا عاد بالصيد الوفير، دعونا بالصيد الوفير، ان الله يرزقنا الصيد، ان الله يرزقنا الصيد. زو ظلام ماشي حيث انه جماري، لو تشوفون اللي اشوفه بتعرفون انه ها. ايوه هذا اللي تشوفونه. ظلمي ولا ما بظلمي؟ لما اقول طبيعي. يلا السلام عليكم. السلام ماشي يا ابوي سمعت. الصيد جليل، الصيد جليل، البحر حار، البحر حار، الصيد جليل ماشي مرة تقريبا. يلا يلا ابن اودام للبيت اقعد باكر. يلا يلا ايش بنقولكم؟ الرحلة تكللت تقريبا بالفشل يعني. ابو محمد الحمد لله، الحمد لله زين نعمة. ودام قيس قيس حق بكره الحمد لله. ويونها مقرد عندي، ها مقرد عندي. هلا حليلة ساكي. الحمد لله صويفيات
كم من صويفية يعني تشيشات دام غدا ودام قيس غدا الحمد لله نعمة انا ابوه عاش عاش محمد عاش محمد البنغالي يلا نشيد الصباح نشيد الصباح كلنا خدامك يا البرمة هالريال منا والحرمة كلنا خدامك يا البرمة الريال منا والحرمة ديب يعني قيس باشر غدا بيسد الحمد لله كريدي سات سويسلي سولي ها صباح الحمد لله باشر يعني الماي ما بكامله ها بس صباح الحمد لله زين الحمد لله والله هنا قرب قرب البر بحر بارد ابو محمد بارد البحر هني ايوه ترى على فكره ما شيء حر والله يا ابوك منه ما شيء حر وحلو الجو